مرحبا بكم في ملخص نشاطات جلالة الملك عبد الله الثاني للأسبوع الماضي، والذي تضمن تقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء، استقبال شخصيات ووجهاء محافظة الكرك، تسلم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، حضور العرض العسكري لقوات الدول المشاركة في تمرين رعد الشمال. إليكم التفاصيل. في قصر بسمان الزاهر تقبل جلالة الملك أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وقد حيت جلالته لدى وصوله ثلة من حرس الشرف، وعزفت الموسيقى السلام الملكي، كما عزفت السلام الوطني لبلدان السفراء المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. خلال استقبال جلالة الملك لشخصيات ووجهاء محافظة الكرك، أكد أن الأردن خط أحمر ضد الإرهاب والتطرف، ولا مكان للإرهابيين فيه، كما أعرب عن تعازيه باستشهاد الرائد البطل راشد الزيود. نعزي أنفسنا والوطن بالشهيد البطل الرائد أخونا راشد، ونسأل الله الشفاء لزملائه الأبطال. كل الدول العربية والإسلامية بحرب داخل الإسلام، وحربنا من زمان ضد الخوارج. الحرب مش بس بسوريا أو بالعراق، حرب بليبيا، بشرق أفريقيا، بغرب أفريقيا، بآسيا، هذا حرب عالمية. جلالة الملك وخلال اللقاء أعاد التأكيد أن الأولوية هي لمواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصا الفقر والبطالة. عندنا فرص من المؤتمر بلندن، زيارتي لأمريكا كمان سمعت الاستعداد من الأمريكان وتعاونهم مع دول أخرى، كيف هم بيقدر يساعدونا مع الأوروبيين يطوروا من مؤتمر بريطانيا لمشاريع مختلفة حتى يستثمروا ويجيبوا شركات من دول كثير بالعالم. فحابب أسمع منكم اليوم شو التحديات اللي أمامكم، وبجوز نقدر نسمع منكم كيف نحن بنقدر نشتغل معكم حتى نكون جاهزين للمرحلة الجديدة بالنسبة للوضع الاقتصادي الاجتماعي لجنوب الأردن. الحرص على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن كان محور اهتمام جلالة الملك أثناء تسلمه الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 وحتى 2025 من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور. أما خلال زيارة لنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، فقد أكد جلالة الملك للمسؤول الضيف موقف الأردن الداعم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ودعم المملكة لجهود محاربة الإرهاب والتعامل مع هذا الخطر ضمن نهج شمولي. القائد الأعلى للقوات المسلحة تابع بحضور نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن تمريناً تعبوياً مشتركاً نفذته قوة رد الفعل السريع صقر الصحراء بمشاركة قوات أمريكية. وفي مدينة الملك خالد العسكرية في المملكة العربية السعودية، حضر جلالة الملك وعدد من قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية العرض العسكري لقوات الدول المشاركة في تمرين رعد الشمال، الذي اشتمل على أحدث الآليات والمعدات العسكرية.